شوف حضرتك، ويمكن حضرتك شفته بقالي امبارح. طبعا احنا بنرفض تماما تماما يعني هذه التصرفات الصادرة عن قلة. انا ما بعتبرهاش من جمهور الاهلي. الناس دي طبعا زي ما بتقول حضرتك محاولة اسقاط دولة ولا حتة دولة، ده مش هيحصل، مش هيحصل من اطفال. احنا مش لا يمكن هنذكر هذا الكلام ولا يمكن هنقبله. طبعا بعد الناس اللي قالت طب بتدخلوهم ليه، حضرتك عارف انتم موجودين في النادي، انا ما اقدرش امنع 20,000 واحد منهم يخشوا النادي، ما اقدرش يعني. صحيح. لكن احنا النهارده يعني بنخسر امنيه امن القاهره وزاره الداخليه ان احنا مش مصرحين بدخول اي حد، لا مدرج التتش ولا الصاله المغطاه. خلاص. صحيح. يعني كان السماح بالدخول على اساس الالتزام، عدم الالتزام يبقى انا في حل من هذا التصريح. اجتماع مجلس اداره امتى يا سياده اللواء؟ النهارده ان شاء الله. طيب يعني طبعا